السلام عليكم موضوعنا اليوم المرحلة الأولى إن فاينت أز أليميت هذا النوع في هذا النوع من الغايات يعني الغايات عند ما لا نهاية هذا النوع من الغايات عندما تكون الدالة مقتربة من نهاية شو اللي يختلف هناك كان تقترب بالغايه الاعتياديه تقترب الى رقم هنا تقترب الى ما لا نهايه فاننا ننظر الى أعلى اس للاكس ونقسم عليه جميع حدود الداله مع الانتباه الى الكميات غير المعروفه نعيده في هذا النوع من الغايات عندما تكون الدالة مقتربة من ما لا نهاية ننظر إلى أعلى أس، نروح نشوف أعلى أس، نقسم عليه كل حدود الدالة، ناخذ مثال. أه مثال أول ليمت 5 إكس تربيع ناقص 3 على 3 إكس زائد 1 عندما الإكس تؤدي إلى ما لا نهاية، شوف هنا الفرق. انتبه عليه من يقول ما لا نهاية يختلف عن الليمت القديم يختلف عن الليمت هنا ناخذ هاي الطريقة نشوف اعلى اعلى آه اوس للاكس هو اكس تربيع فرح نقسم على الكل تتقسم على اكس تربيع الكل شوف هنا كل الحدود تتقسم على اكس تربيع ثلاثة اكس سايدن ويساوي خمسة ناقصا ثلاثة على ما لا نهاية نعوض ثلاثة على إكس على تربيع هنا ثلاثة إكس على إكس تربيع زائد واحد على إكس تربيع ويساوي نروح نعوض نعوض ثلاثة على, على ما لا نهاية على خمسة ناقص على ثلاثة مالية زائد واحد على ما لا نهاية ويساوي خمسة ناقصا كل شيء على, على ما لا نهاية. نهاية هو الصفر هنا كل شيء نعوض صفر ثلاثة على ثمانية صفر صفر ويساوينا خمسة على صفر ويساوينا مالا لا يعني يعني. نأخذ مثال الثاني آه ثاني خمسة إكس تكعيب زائد اثنين إكس تربيع زائد واحد على إكس تكعيب زائد ثلاثة إكس هنا أعلى أوس هو الثلاثة إكس ثلاثة حنقسم الكل على إكس تكعيب إحنا راح يبقى خمسة إحنا راح يبقى على ما لا نهاية، أه وهنا راح يبقى لنا واحد على ما لا نهاية، يعني هنا بس نقص اثنين على أكس تكعيب سيطلع لنا اثنين على أكس زائد واحد على أكس تكعيب تربيع، على هناك أكس تكعيب على أكس تكعيب زائد ثلاثة أكس على أكس، هنا راح نعوض مكان كل أكس ما لا نهاية، فش راح يصير عندنا خمسة زائد اثنين على ما لا نهاية زائد واحد على ما نهاية، قلنا كل شيء على ما لا نهاية هو الصفر. راح نعوض هنا خمسه زائد صفر زائد صفر على واحد ويطلع لنا خمسه ناخذ مثال الثالث ليميت عندما الاكس تؤدينا المالانهايه خمسه اكس تربيع زائد سبعه اكس على اربعه اكس تربيع هنا شنو هنا نقسم نقسم على قلنا على معطول ما لا نهايه نقسم على اكبر اس للاكس هنا تربيع فحصار عندنا تختصر يخط x من هناك يحصل لنا 7 على x 7 على x زائدا هنا راح يصير عندنا نعوض مكان كل x ما لا نهايه لان هنا من نعوضها هاي شو x تؤدي لنا راح نعوض كل x ما لا نهايه ويساوي 8 زائدا 0 على 4 ويساوي 2. هنا ناخذ لنا مثال ليمت جذر x على جذر اكس زائد احنا شو تشوفون هواي الجذر شو اسمه هنا اعلى شيء اعلى شيء موجود هو اكس اه هنا اعلى شيء موجود هو اكس فش راح يصير عندنا؟ اه نقسم على اكس هنا قسمنا على اكس هنا الجذر الجذر الاول صار عندنا اكس زائد صار عندنا جذرين يعني لازم نقسم مو على اكس لازم نقسم على اكس تربيع هنا صار عندنا ليش قسمنا على اكس اربعة لان صار عندنا كم جدر واحد اثنين ثلاثة واحد كل جذر يصير تربيع واحد اثنين ثلاثة وصار عندنا مكان الاكس هيصير اكس اربعة صار هنا واضح هنا واضح فصار بالاختصار جدر اكس هيستودينا المهلة النهاية هنا رح يصير عندنا واحد هنا واحد زين هنعوض واحد على ما نهاية زائد واحد جذر واحد أيضا هذا صفر صفر ويساوي لنا واحد موضوع بسيط اكزامبل ليميت اكس تؤدي لنا اكس تربيع زائد اثنين زائد واحد على اكس تربيع زائد واحد اس اه هنا مية وهنا اه خمسين هنا اه 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 خمسين فايش عندنا ليمت اكس تؤجلنا ما طول اكس تؤجلنا هنا احنا راح نبسط هنا راح نبسطه ويساوينا ليمت هنا الليمت هنا آه آه يصير مربع كامل هنا بس المجرد شنو بس خليناه مربع كامل فصار عندنا اكس زائد واحد على اكس تربيع زائد واحد هذا صار اثنين اثنين راح ينضرب بمن؟ الاثنين ينضرب بالخمسين فيصير عندنا ليمت اكس زائد واحد على مية على اكس تربيع زائد واحد على مية ويساوي نقدر احنا هذا هذا موجود على مية وهذا من اثنين كلها ندخلها بس مجرد تبسيطات هذا راح يصير عندنا كل كل هاي راح يصير عندنا مية هسه راح نقدر حنسوي التقسيم على اكبر اس هنا اكبر اوكس اكس تربيع هنا مجرد بس مجرد تبسيط هنا صار عندنا نقسم من نقسم نحن نقسم نقسمنا واحد واحد لا لثمار... نهاية نعوض مكان كل إكس مالانهايه نهاية راح واحد على ما نهاية زائد واحد على ما نهاية واحد زائد على واحد ما ويساوي واحد على الصفر زائد واحد على الصفر ويساوي الصفر على واحد ويساوي لنا صفر